إذا بتتذكروا عرفنا Total Harmonic Distortion لWave Form I 2 RMS تربيع زائد I 3 RMS تربيع على I 1 RMS هذا بيساوي TH اوكي. وحكينا لو ربعنا هاي بتمثل النسبة ما بين الباور الموجودة في الهارمونيكس للباور الموجودة في الفاندمنتال سميناها الفاندمنتال. طيب لو اجينا اذا هون حطينا اذا تي اتش دي بتساوي لكن التوتال باور اللي موجوده بالسيجنال هي كل الهارمونيكس مع الفاندمنتال اذا هاي ممكن افكر فيها انها اي 1 سكوير ماين اي سكوير تبعت السيجنال ماينس نحطها هون على جنب اي ار ام اس تبعت السيجنال كلها بتساوي اي 1 زائد اي 2. هذا هون عمالنا بنحكيه احنا لانه هذول اورثوغونال لانه الفاندمنتال والسكند هارمونيك والثيرد هارمونيك والفورث هارمونيك باي ديفينيشن هم اورثوغونال. اذا بقدر اقول انه الباور اللي موجوده بالسيجنال تساوي الباور الموجوده او بقدر اقول انه اي ار ام اس تربيع بتساوي هذا تربيع زائد هذا تربيع زائد هذا تربيع او عمليا هذه الشكل الثاني لها هو اي ار ام اس تربيع يساوي اي 1 ار ام اس تربيع في ار زائد اي 2 ار ام اس تربيع في ار. مش هيك؟ فهذه عمالها بتقول انه في للسيجنال بتساوي بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3. ماشي كل واضح؟ وهذا صحيح هون لانه هذول اورثوغونال ففيش الكروس تيرمز بروحوا بيختفوا فبقدر اني اربع واجمع واخذ الجذر التربيع. من هون نقدر نقول الان انه اي ار ام اس تربيع ناقص اي 1 ار ام اس تربيع بتساوي اي 2 بتساوي كل الهارمونيكس او اذا اخذنا بنقدر نحطها بهذا الشكل. فبنيجي بنطلع هون هيها اي 2 زائد اي 3 زائد اي 4 زائد اي 5 وينها؟ شو بتساوي؟ اي السيجنال الاصليه ناقص الفاندمنتال. فممكن الان احط هون اي ار ام اس تربيع ناقص اي 1 ار ام اس تربيع على اي 1 ار ام اس. نوسع الجذر التربيعي وندخل هاي جوا شو بصير عندي جوا هون اي ار ام اس تربيع ناقص اي 1 ار ام اس تربيع على اي 1 لانها دخلت جوا بتصير تربيع اي ار ام اس بقدر اقسمها على اي 1 بصير اقسم هاي على هاي ناقص هاي على هاي هاي على هاي بتصير اي ار ام اس تربيع على اي 1 ار ام اس تربيع ناقص ايش هاي بتصير؟ 1. لكن احنا شو حكينا الديستورشن فاكتور بيساوي؟ دي اف متذكرين شو بيساوي؟ I1 RMS على I RMS هاي معكوسة وتربيع إذا هاي عبارة عن واحد على DF تربيع ناقص واحد بتساوي THD. اوكي إذا هاي في علاقة بين مين ومين؟ بين THD والديستورشن فاكتور السيجنال وممكن إذا بدك تعكسه طلع DF أو THD بدلالة DF. هاي صارت العلاقة ما بين THD. بدنا نطلع العلاقة المعكوسة بصير عندي THD تربيع بتساوي 1 على DF تربيع ناقص 1 أو اللي هي بتساوي نخلي هذه هون هيك هاي مضبوطة هيك ناقص 1 وبعدين إذا أخذنا كان الأحسن ما أخليها ما أخليها هيك خليها ناقص واحد زي ما كانت واحد على دي
اف تربيع ناقص واحد، فبصير عندي هلا هون تي اتش دي تربيع زائد واحد بتساوي واحد على دي اف تربيع، بعدين بنقلب هاي بتصير عندي دي اف تربيع بتساوي واحد على تي اتش تربيع زائد واحد، وبعدين هاي بتصير تحت الجبر. اوكي، هاي العلاقه.